مساء الخير للجميع. اليوم رح نبلش بالدرس الأول أو بالمحاضرة العملية الأولى من ورشة شبكات الحاسوبية. معكم إيمان جمال. رح نتحدث اليوم عن الفرق بين شبكات اللان والوان. طبعا احنا طرحنا هذا السؤال، جاوبوا عليه حوالي الأربعة. طبعا في عنا كتير فروقات، نحنا سواء بهذا السؤال ولا بأي أسئلة تانية أنا طرحتها بقصص الفروقات، نحن ما رح نعمل فوكس أو نركز إلا على الشغلات اللي بتهمنا كشبكات كنقل بيانات ترافيك. رح نحكي عن الطبقة المادية الفيزيكال لاير، عن كابلات الشبكة، كابلات الشبكة بشكل عام، وبعدين حنحكي عن الفرق بين الكات 5 والكات 6 اللي كمان سؤال اللي طرحناه على الجروب، الفرق بين مبدل السويتش والموجه الراوتر، المنفذ، ورح ناخد بآخر المحاضرة مهمة المادة. هلأ الفرق بين الشبكات المحلية والشبكات الواسعة، بين اللان والوان. هلأ هون عندي أنا كل الشبكات، عندي البان، اللان، المان، الوان. البان هي البيرسونال اريا نتورك، اللان اللوكال اريا نتورك، المان الوان الوايد اريا نتورك. طبعا في عنا عدة فروقات بيناتهم. البيرسونال هي الشبكة الشخصية، هي بتكون ممكن بين جهازين، ممكن تكون بين ثلاث اجهزة، ممكن تكون بمكتب او بغرفة. اللان هي عبارة عن شبكة بين طوابق، انا عندي بناء، في له عده طوابق، فانا بوصل هالبناء كله بشبكه واحده، هذا بسميه اللان. المان طبعا هي اوسع من اللان، هي بتشمل شبكه اوسع منها. الوان هي على نطاق واسع، شبكه على نطاق واسع، الوايد اريا نتورك، اللي توصل اللانز مع بعض وبتوصل اللان مع الانترنت. الفيزيكال لاير، الفيزيكال لاير هي الطبقة المادية أو الطبقة الفيزيائية. هلأ هاي الطبقة نحن عنا دائما بالشبكات، أول ما نحكي بالشبكات هاي طبعا مو منهج CCNA، مو منهج CCNA بالسيسكو، هاي بتتاخد بالنتورك بلس، يعني بأساسيات مبادئ الشبكة. هلي طبعا ما عنده فكرة شو هي الأوزي أو الآيزو، طبقات السبع للشبكات. في عندي الفيزيكا هي أول طبقة من تحت الطبقة المادية اللي نحن بنبني عليها الشبكة من الماديات، بعدين الداتا لينك لاير، بعدين النتورك لاير، الترانسبورت لاير، السيشن لاير، البرزنتيشن لاير، والأبليكيشن لاير. مثل ما خبرتكم أنا ما حفوت بتفاصيل هاي الطبقات كاملة كلها، رح تمر معنا خلال ورشتنا كل طبقة كيف نحن هنستخدمها، ولكن اللي بيحب يطلع على بشكل مبدئي شو هن الطبقات السبع للأوزي بيقدر يفتح على الانترنت ويبحث ويشوف شو هن الطبقات وشو استخدامها بالشبكة. نحن رح نحكي عن الطبقة المادية الفيزيكال لاير. الطبقة المادية مثل ما قلت لكم هي طبقة الماديات أو العتاديات اللي نحن بنستخدمها بالشبكة. عنا دائما حتى نحن نعمل شبكة بدي هاردوير حتى لا ابنيها. هالهاردوير انا كيف بدي اعرف شو هو؟ حسب متطلبات الشبكه تبعي، من شو بيتكون، انا شو التجهيزات اللي لازم استخدمها. مثلا اذا انا كنت موجوده بغرفه او بدي اوصل لابتوب بلابتوب بدي اعمل بيناتهم شبكه، فانا بكفي الماديات اللي بيناتهم انه يكون في عندي مودم بهذا كرت شبكه بهذا اللابتوب، كرت شبكه باللابتوب الثاني، مع سلك كابل بوصل بيناتهم، بصير عندي شبكة بير تو بير، ند لند. إذا كان عندي مكتب فيه 4-5 أجهزة بدي أوصلهم مع بعض، فبكفي أنا أجيب جهاز هب صغير. طبعا حنيجي على ذكره هلا، نوصل كل هالأجهزة هي بهذا الهب عن طريق كابلات. متى لازم يكون في عندي هب، لازم يكون في عندي كرت شبكة على كل جهاز من الأجهزة، لازم يكون في عندي كابلات شبكة بوصلهم على الهب، فأنا هيك كون أمنت التوصيل. فهي الطبقة المادية. طيب كيف عم يتم نقل البيانات بهي الطبقة من اللابتوب تبعي لللابتوب تبع زميلتي وزميلتي وزميلي؟ في عنا شيء اسمه ماك أدريس، MAC ماك أدريس. هلا الماك أدريس هو رقم تعريفي لكرت شبكة، هو وحيد بالعالم لكل كرت شبكة، يعني كل كرت شبكة له رقم وحيد يميزه.
سواء هذا الحكي طبعا بالنسبة للأرقام الوحيدة اليونيك، سواء لكرت الشبكة، سواء لجهاز، سواء ففي عندي أي شيء بيتصنع فيه له رقم وحيد بيميزه عن غيره، إنه هذا المنتج بيحمل هذا الرقم، فأنا بعرف إنه هذا المنتج وينه أو وين راح أو وين موجود أو لأي شركة تابع أو. فأنا الكرت الشبكة في له ماك أدرس بيميزه، فوفق الماك أنا بصير نقل البيانات إنه أنا لوين بدي أنقلها، على أي جهاز، حتى أعرف على أي جهاز فأنا بوجهه للماك أدرس الفلاني، للماك أدرس الثاني. هيك بيتم نقل البيانات بالنسبة لطبقة الفيزيكال لاير. طبعا طريقة نقل البيانات، شو الإشارات اللي نحن نستخدمها حتى ننقل البيانات، طبعا بيختلف حسب اختلاف التوصيلات اللي نحن مستخدمينها. إذا بنرجع للقديم لتوبولوجيا الشبكة، لهيكلية الشبكة، كان نحن عنا بالبداية نوصل الشبكات بين بعض بكابلات كوأكسيل، كابلات المحورية مثل تبع الريسيفر تبع التلفزيون. ف طبعا هنحكي عن الكابلات هون، موجود نقدر نشوفه هذا الكوأكسيل كابل، فنحن كنا نوصل الشبكات عن طريق الكوأكسيل. فأنا إذا كانت شبكتي كوأكسيل، فالإشارة اللي أنا ببعتها هي إشارات كهربائية عن طريق هذا الكور النحاسي، عندي أنا هون كور نحاسي. هلأ إذا كنت أنا بعدين وقت طورت الشبكات صرنا نستخدم الكات، كات 1، كات 2، كات 5، كات 5E، كات 6، كات 6E، طبعاً بيختلفوا عن بعض بموضوع حجم البيانات اللي بيقدروا بينقلوها والمسافة اللي ممكن نحنا نوصلها بهي الكابلات. فهي الكابلات لها نوع إشارة، عندي الفايبر أوبتيك. الفايبر أوبتيك هي كابلات ضوئية، عبارة بتتم نقل الإشارات فيها عن طريق إشارات ضوئية. طبعا شو اللي بيميز الفايبر أوبتيك عن الكات هي السرعة، بمد لمسافات طويلة كتير. الكات نحن أطول مسافة ممكن يمدها هي 100 متر. طبعا حطينا نحن الفرق على الجروب بين الكات 5 والكات 6، فيكم تراجعون. هي الفروقات بين الكات 5 والكات 6. بنقدر نشوف هون المسافة اللي نحن نقدر نمدها هي 100 متر أو 55 متر للسرعة 10 جيجا بت بير سكند. هلا الكات 5 بتدعم سرعة نقل بيانات 10 ميجا بت بير سكند. نحن بنعرف انه نحن بنقيس البيانات بالبايت أو بالبيت، الوحدة الصغيرة البيت. فأنا كل ما طلعت زاد عندي الكل 1000 بايت، كل 8 بت هو 1 بايت، كل 1000 بايت هو كيلو بايت، كل 1000 كيلو بايت هو ميجا بايت، كل 1000 ميجا بايت هو جيجا بايت. فعليا هو ماله 1000 هو 1024. فأنا سرعة نقل البيانات هي تقاس بالميجا بت بير سكند. عندي الكات 5 بيدعم سرعة 10 ميجا بت أو 100 ميجا بت بير سكند. الكات 5E بيدعم لحد 1 جيجا بت، يعني 1000 ميجا بت بير سكند. الكات 6 بيدعم لحد 10 جيجا بت بير سكند. وقت بيدعم 10 جيجا بيصير نقل بيانات 10 جيجا بت بير سكند، لازم انا طول المسافة ما تزيد عن 55 متر. طبعا هلا رح نحكي شوي عن الفرق بين السويتش والراوتر. السويتش شو جهاز السويتش، شو هو الراوتر، رح نتعرف عليهم وقت ندخل بشركة السيسكو وندخل بمنهاج السي سي ان اي. مبدئيا رح نحكي بشكل عام شو هو السويتش شو هو الراوتر. السويتش انا عندي بوصل عندي عليه مجموعة اجهزة. طبعا اول شيء خلينا نحكي انه شو هي التجهيزات اللي نحن بنوصل فيها الشبكات بين بعض. بير تو بير بكفيني كابل وكرت شبكة مع كرت شبكة. إذا بدي أوصل مجموعة كمبيوترات بمكتب من غير ما أهتم بالتوجيه، إنه أنا بدي أبعت
من هذا الشخص لهذا الشخص حصرا وما ينبعت للكل. ففي عندي هاب السويتش انه انا اذا بدي ابعت من حاسبي للحاسب الفلاني، انا محدد الوجهة تماما شو هي، فانا بستخدم السويتش. الراوتر هو يستخدم بين الشبكات، انا عندي هون شبكة بعناوين لها عناوين خاصة، عندي شبكة تانية بمكان تاني لها عناوين خاصة، فبوصل بيناتهم براوتر. طبعا انا كيف بقدر بعرف انه انا لازم شو هي الآلية اللي انا بقول فيها انه انا بدي ابعت من كمبيوتري لكل الكمبيوترات الموصولة على الشبكة؟ هذا بسميه انا البث او البرودكاست، انه انا عندي ببعت الاشارة من عندي على الهب، والهب هو بيفرش على كل الكمبيوترات او كل الاجهزة الموصولة عليه، هذا اسمه برودكاست. هلا اذا انا على السويتش انا بدي اذا كان هب انا بدي ابعت من جهازي لجهاز محدد تاني، ما بيدعم هب هي العملية، بيدعمها السويتش. فانا السويتش ببعت في عنده طريقة في برمجية معينة بقدر برمجه بحيث انه انا بدي احول من هاد المنفذ عليه المنفذ الفلاني بالتحديد، فهذا انا بسميه اليونيكاست، انه انا عم ببعت لجهة وحيدة. طبعا هي الراوتر، انه انا عندي شبكة، شايفين هي شبكة معينة، عندي انترنت، فانا الراوتر بيوصل بين شبكتي وبين الانترنت، عندي شبكة بدي اوصل بشبكة تانية، في بنك بدون يوصل مع شبكة مثلا اي شبكة تانية، فانا في لازم يكون في راوتر بيناتهم، مثلا بين الجامعة وبين البنك، فانا في راوتر بيناتهم. هلأ شو هو المنفذ؟ المنفذ في عندي، طبعا المنفذ هو كلمة كتير عامة وكتير شاملة، فأنا في عندي هاردوير وسوفتوير، راح نتعرف عليه هون بالفيديو القادم.